Guys, ternyata inilah ayat yang paling ditakuti oleh iblis dan yang paling dibenci oleh setan. Kira-kira ayatnya apa ya guys? Yuk kita dengar sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. Guys, yuk kita dengar sama-sama. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. Guys, yuk kita dengar sama-sama. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. Guys, yuk kita dengar sama-sama. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. Guys, yuk kita dengar sama-sama. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. Guys, yuk kita dengar sama-sama. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. Nah itulah guys ayatnya. Tunggu apa lagi, jangan lupa diamalkan ya, semoga bermanfaat.